كبير لمعدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضرراً بالوباء، خرجت منظمة الصحة العالمية بتنفي وجود دليل على تغير فيروس كورونا المستجد، سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض اللي بيسببه. لكن المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها. وصل عدد الإصابات حول العالم حتى الآن لأكثر من 6 مليون إصابة في حوالي 180 دولة، وحوالي 375 ألف وفاة و3 مليون حالة شفاء. بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، هيعرفنا أكتر عن هذا الفيروس، هل فعلا ممكن يضعف ولا لا، إيه العوامل اللي ممكن تضعف الفيروسات بشكل عام. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا استاذ إكتار. أهلا بحضرتك. هل الفيروس ممكن يضعف ولا لا؟ سؤال كويس جدا نبتدي بيه. هو عموما كل الفيروسات اللي مرت على التاريخ كله الحمد لله بفضل ربنا بتضعف، ده لو ما كانش حاصل كان اول فيروس واجه البشريه كان قضى على البشر كلها. ايوه، هو في دوره حياه لاي فيروس، الفيروس بيجي ويشتد، بعد كده يبتدي الموجه بتاعته تضعف ويجي في موجات بعد كده. الموجات اللي بعد كده يا اما بتبقى بنفس القوه زي الانفلونزا مثلا، احنا كل موسم بيبقى عندنا موجه جديده، أو بتبقى ضعيفة زي مجموعة كورونا، يعني مجموعة فيروسات كورونا سارس أو ميرس. حتى الآن بيجي لنا منها موجات، بس موجات ضعيفة للغاية. احنا بنأمل سارس كوف 2 فيروس كورونا اللي حاليا موجود يكون برضو زي بقية إخواته في مجموعة كورونا، ويجي الموجة الثانية بتاعته أضعف بإذن الله. لكن لازم إن يكون في موجات ثانية للفيروس، ده العادي، يعني ده العادي في الفيروسات عامة، هي بتيجي في هيئة موجات. ايه العوامل بقى اللي بتضعف الفيروسات بشكل عام يا دكتور؟ هو عموما الفيروسات بتتحور سريعا جدا، لكن في تحور بيبقى بسيط لا يغير في الخصائص بتاعته، زي ما احنا بنشوف احنا حاليا فيروس كورونا بيتحور كثيرا، لكن كل التحورات اللي حصلت ما غيرتش في الخصائص بتاعته. وكل الاشاعات اللي بتطلع كل يوم للاسف ان الفيروس تحور، يعني دي خطر جدا، لان هي بتخلي الناس يا اما يبقى عندها تراخي، يا اما بعد ما يثبت ان هو ما تحورش يبقى عندها احباط. احنا بس بنقول للناس الفيروس بيتحور يعني تماما عن طريق دراسات علميه، يعني ما ينفعش حد بيسموه علم الاحاد او اكسبرت اوبينيون، شخص واحد يطلع يقول انا لقيت الفيروس مثلا تحور زي ما سمعنا من ايطاليا مثلا. فبالتالي الفيروس هيتحور امتى؟ غالبا يا اما بالصدفه اللي هو يعني عن طريق حاجه خارجه عن ارادتنا تماما، ودي بتحصل بعد فتره معينه وبتثبت علميا، او عن طريق ان هو بيحور نفسه عشان يقدر يبقى موجود احسن. دي بتحصل لما يكون في احنا بنقاوم زي الافات الزراعيه كده، نيجي نقاومها بادويه، فبالتالي تحاول انها تتطور عشان فنعمل لها ادويه ثانيه بالظبط كده، وتحاول انها تبقى اقوى. احنا لغايه دلوقتي فيروس كورونا مالوش دواء او مصل بيخليه يحتاج ان هو يحور نفسه. هو يعني حضرتك بتقول انه الفيروس بيتحور غالبا لما بنوجد له لقاح او دواء، فبيتعامل مع هذا ويحور ويغير من نفسه علشان يعرف يعيش ويتكاثر. بالظبط، دي احدى الاسباب بتاعه التحول. لغايه دلوقتي طبعا هو يعني بيعمل اللي عليه ومش شايف ان في اي مشكله تهدد بقائه. يعني الحاجه الثانيه زي ما قلنا في الاول، هي حاجه طبيعيه، يتحول لوحده ويختفي لوحده، دي الحاجتين اللي تخلي الفيروس يتحول. طيب ايه رايك يا دكتور في اللي قاله الطبيب الايطالي البرتو زانجريلو من انه الفيروس انتهى اكلينيكيا، بيتكلم عن ايطاليا طبعا، فقد قوته واصبح اقل ضررا، هل هذا كلام علمي صحيح؟ كويس ان حضرتك ذكرت النقطه دي يا استاذ شادي، ده مش كلام علمي صحيح. احنا دايما في العلم لازم تبقى فيه دراسه علميه موثقه، مش شخص احد بيطلع يتكلم يقول رايه، لان منظمه الصحه العالميه بعديها على طول طبعا طلعت كذبت الخبر. وده بيحط يعني مشاكل كبيره جدا في موضوع الاشاعات، وان هي تخلي الناس عندها بارقه امل، واحنا من اول ما فيروس كورونا ابتدى واحنا سمعنا كميه اشاعات كتير جدا، سمعنا ان مناعه بس المره دي يعني الاشاعه طالعه من طبيب. هو عموما حتى لو كانت طالعه من عالم وكبير وليه اسمه، لازم يكون موثق الكلام اللي هو بيقوله ده في دراسته. يعني هو ما وثقش الكلام ده مثلا بدراسه علميه، قال احنا خدنا العينات ودرسناها ودخلناها في تحاليل احصائيه والنتائج طلعت 1 2 3 4، كل اللي هو قاله ان وجدوا ان الفيرال لود او اللي هو الحمل الفيروسي زي ما كان مكتوب في التقرير ان هو اقل. عموما الفيرال لود ده اللي هو، وقال كمان ان بعض الخبراء يعني بيبالغوا في توقعاتهم من حدوث موجه ثانيه من الفيروس. بالظبط، خلينا نرد على النقطتين بالظبط، ان الفيرال لود ده نوضحه للناس او اللي هو الحمل الفيروسي، دي كميه الفيروسات اللي موجوده عند الشخص. خلينا نشبهها كده ان كل ما الشخص يبقى عنده اعراض اعلى وكل ما يبقى في قمه المرض،
كل ما يبقى جواه حمل فيروس او فيروس لود اعلى، فيقدر ان هو يطلع في العصا او الكحه كميه فيروسات بتاعه دي اكتر. اللي ثبت ان المفروض ان الشخص من اي فيروس مش فيروس كورونا لو جه عليه فيروس لود يعني قليل بسيط ما بيتعديش. كانت كميه فيروسات عاليه بيتعدي. اللي وجدناه لغايه دلوقتي وده اللي مثبت علميا ان الفيروس لود او الحمل الفيروسي لفيروس كورونا قليل، يعني بيعدي في كميات قليله، يعني ممكن حد يطلع مئات او الاف بس الفيروسات في العصبه ويعدي حد اخر، مش زي بقيه الفيروسات، بقيه الفيروسات محتاج ممكن ملايين البارتكلز او ملايين الفيروسات عشان يقدر يعدي. فبالتالي وجود فيروس لود قليل او عالي ده لا يثبت شيء. فكره التهويل، احنا في حتى في علم انتشار الاوبئه بنحط سياسات صحيه دايما على بيسموها الورست كيس سيناريو او اسوء السيناريوهات عشان يبقى عندنا استعداد صحي. يعني انا ما استفدتش اي حاجه لو قلت انا ما عنديش موجه ثانيه، فبالتالي ما استعدش. طب لو كان في احتمال 1% تيجي انا مش مستعد تماما، لكن لو استعديت ان في موجه ثانيه وما حصلتش انا ما خسرتش حاجه، بالعكس بالظبط مستعد. يعني المقصود من هذا الكلام لما قال ان مفيش موجه ثانيه، يعني البعض فهم ان احنا خلاص ما نستعدش ما ناخدش اجراءاتنا الاحترازيه، لكن زي ما حضرتك بتقول انه ما معناه الاحتياط واجب، حتى لو ما حصلتش موجه ثانيه ده بايد ربنا ما نعرفش، لكن لازم ان احنا نكون واخدين بالنا وبرضه مستمرين في اجراءاتنا الاحترازيه. ده صحيح، ده صحيح. وخصوصا ان احنا ما خلصناش من الموجه الاولانيه، يعني احنا لسه يعني متجهين نحو الذروه يعني، فبالتالي بالعكس احنا محتاجين ناخد احتياطاتنا اعلى، محتاجين نسمع اي حاجه تقلل من الاحترازات اللي احنا واخدينها فعليا دلوقتي. طيب يبقى كلمتك بقى الاخيره يا دكتور ونصيحتك الاخيره للمصريين، اتفضل. اليومين الاخرانيين ملاحظين ان الناس ابتدت تلتزم بالكمامات، يعني احنا صحيح من هذا الحمد لله الوعي، نتمنى نستمر عليه، يعني الفتره اللي جايه دي احنا نقدر نكسر الموجه الاولى دي تماما فقط بالكمامات. الكمامات ليها تاثير كبير في ان انت تمنع انتشار العدوى من شخص مصاب لسليم. لو الفيروس ما عرفش يروح فين، اللي هيخف هيخف، اللي هيتعدي مش هيتعدي، فبالتالي الفيروس هيختفي. ده الاسلوب الوحيد قدامنا، ده الاسلوب اللي نجح في كل البلاد اللي حاولت ان هي تخلص من الموجه الاولى وخلصت منها بالفعل. بس في ناس تقول لك يعني ما دام اللي قدامي لابس كمامه مش شرط انا البس، ما هو مش هيعديني، برضو دي فكره خاطئه تماما يعني. عندك حق، نقطة كويسة. هو الشرط بتاع الكمامات ان يبقى الناس كلها لابساها، بالظبط. لو الكمامات القماش مثلا اللي هتنزلها وزارة الصحة دي شرطها الوحيد ان هي يبقى الناس كلها لابساها. ليه؟ لان دي الكمامة بتعمل حاجة من اتنين، اي كمامة يا اما بتمنع نفاذ الفيروس لجوه الشخص بتمنع ان هو يتعدي، او تمنع نفاذ الرذاذ من الشخص المصاب. الكمامة القماش مثلا بتخلي الشخص المصاب ما يقدرش يطلع رذاذ من بقه او من مناخيره لحد فما يعدهوش، لكن ما بتمنعش العكس، يعني لو حد عطس وانا لابس كمامه قماش هتعدي. هي لا تمنع نفاذ الفيروس لجوه، تمنع الرذاذ انه يطلع من شخص مصاب لبره. شرط الكمامات دايما ان لو في 10 في اوضه واحد فيهم مش لابس كمامه وعنده كورونا هيعديهم، حتى وهم لابسين الكمامات، حتى لو هم لابسين الكمامات القماش لازم يكون لابس كمامه غير نافذه للفيروس، ودي غاليه ومحدش يعني لابسها في الشارع عامه في مصر. اذا ارتداء الكمامات للكل وليس للبعض. ده صحيح. دي مهمة جدا. طيب بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة.